فضلا عن إمكانية ربط الإدارات بشبكة واحدة. إذا انطلاقا من أن هناك مردود غير ملموس وهو رأس المال البشري، ولدينا أنظمة إدارة المعرفة، نستطيع التوصل إلى أهداف الاستثمار أو ما يسمى أهداف الاستثمار في رأس المال البشري. هناك أهداف مباشرة وأهداف غير مباشرة. تتمثل الأهداف غير المباشرة بهدف زيادة الإنتاج، هدف تحقيق التوظيف، هدف تحقيق المساواة الاجتماعية. أما الأهداف غير الاقتصادية، الأهداف غير المباشرة عفوا، فهو هدف بناء الدوافع الاقتصادية لدى الأفراد، وهدف إحداث التغيير الاجتماعي اللازم لعملية التنمية، وهدف توفير مناخ البحث العلمي في المجتمع. إذا الخلاصة العامة وما توصلنا إليه من خلال هذا العمل المتواضع، أكرر، فإن تنفيذ متطلبات فلسفة وتقنيات إدارة الجودة الشاملة يحقق فوائد ملموسة وغير ملموسة في البيئات التنظيمية من خلال تقييم ذاتها، وكذا تحسين مستويات أدائها والتعرف على نقاط الضعف التي تواجهها والتصدي لها من خلال إدخال تعديلات تنظيمية ملائمة. الآن النتيجة النهائية، وإذا سلمنا بمنطق أن إدارة الجودة الشاملة تسعى من خلال تطبيقها وتنفيذها إلى إيجاد وتوظيف تحسينات صغيرة ومتوسطة، والسهر على إعداد خطوات محددة من شأنها تحسين أداء المنظمات في ظل البيئة التنافسية الحالية، بالمقابل تعتمد إعادة هندسة العمليات على الابتكار الجذري بغية تحقيق طفرات وقفزات نوعية ومتميزة في الأداء، لكن تطبيقها يواجه عوائق استطعنا تصنيفها وذكرها حسب موقعها من هذا العمل. والغاية المنشودة لدى المنظمات الاستمرار والتوسع في الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره مورداً لا يستهان به، وهو في حالة تجدد مستمر من خلال الاهتمام به ومنحه فرصة ملائمة تتماشى ومتطلبات المنظمة التي أصبحت تسعى إلى مواكبة المستجدات التنظيمية التي طرأت على المنظومة الإدارية. ولا يتحقق هذا إلا بتضافر كل الجهود في مجتمعة في المنظمة وكذا البيئة المحيطة بها، والتي تعيش قفزة نوعية في مجال اقتصاد المعرفة الذي أصبح الشغل الشاغل لقادة تلك المنظمات للحفاظ على تواجدها ومواكبة التطور المسجل والملموس. وعليه فإن نظم إدارة المعرفة باستعمال رأس المال البشري والاعتماد على إعادة الهندسة يوصلنا إلى نتيجة، وأن هناك ضرورة حتمية الاعتماد على إعادة الهندسة لأنها تحقق قفزات جذرية ونفعية في إطار التنافسية وفي إطار البيئة المحيطة بالمؤسسات وما تواجهه من منافسة شديدة. شكرا على حسنكم. شكرا يا استاذ دكتور معين على هذا العرض الموجز. البحث القادم الدكتور ثائر احمد السلمان والمدرس شام عصمت والمدرس مياد عبد الغني سليمان. موضوع البحث فعاليه راس المال البشري في تعزيز اداء الشركات دراسه تطبيقيه لآراء عينة من مدراء في الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في الموصل، عراق جامعة الموصل وجامعة دكتور. تفضل دكتور ثائر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتقدم الشكر الجزيل لجامعة الزيتونة لاستضافتهم لنا في هذا المؤتمر العلمي المتميز، وأقدم الشكر الجزيل للسيد رئيس الجلسة لإتاحة الفرصة للتكلم عن موضوع بحثي هو فعالية رأس المال البشري في تعزيز أداء الشركات. كما هو معروف أن رأس المال البشري يعد ذو أهمية كبيرة جدا. إذا ما علمنا في إحصائية للبنك الدولي ل 192 بلد في العالم، تبين أن ما يعادل 16% هو رأس مال مادي، و 20% رأس مال طبيعي، و 64% هو رأس مال فكري. وهذه النتيجة تتفق مع المحاضرة الأولى اللي تكلم عنها الأستاذ الدكتور باسل البستاني، في أن 70% من الاقتصاد الأمريكي يعتمد على رأس المال الفكري. وكما هو معلوم للجميع أن رأس المال الفكري يتكون من رأس المال البشري ورأس المال الهيكلي ورأس المال الزبائني. فإذا تتجلى أهمية بحثنا هذه في أهمية رأس المال البشري. البحث طبعا تناول رأس المال البشري كيفية قياس الفاعلية، والفاعلية مثل ما يعلم الجميع أن هناك فرق كبير بين الفاعلية والكفاءة والإنتاجية. الكفاءة هي حسن استخدام الموارد، أما الفاعلية فهي درجة تحقق الأهداف، والإنتاجية كما هو معلوم هي العلاقة بين المدخلات والمخرجات. فنحن قسنا فاعلية رأس المال البشري في الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في مدينة الموصل في جمهورية العراق، ومن خلال مجموعة من المتغيرات. هذه المتغيرات تمثلت في ممارسات القيادة، مشاركة العاملين، قدرة الوصول للمعرفة. وقسنا أداء الشركات من خلال الإنتاجية ومن خلال الإبداع ومن خلال خدمة الزبائن. الفرضيات الموضوعة للبحث تناولنا عدة فرضيات. الفرضية الأولى الرئيسية أن هناك علاقة ارتباط ذات تأثير معنوي بين رأس المال البشري وأداء الشركات. وتفرع عن هذه الفرضية مجموعة من الفرضيات الفرعية، فقسنا التغيير الكلي على المستوى الكلي بين رأس المال البشري وأداء الشركات، وبعد ذلك قسنا التأثير على المستوى الفردي لكل متغير من المتغيرات المكونة للمجموعة الأولى ولكل متغير من المتغيرات المجموعة الثانية. كما قسنا علاقات التأثير بين متغيرات رأس المال البشري ومتغيرات أداء الشركات. توصلنا إلى نتيجة مهمة جدا في بحثنا. هذه النتيجة تشير إلى أن 1% زيادة في فاعلية رأس المال البشري ستؤدي إلى زيادة 5.2 في مبيعات الشركة، و 16.2 أيضا في زيادة التدفقات النقدية للشركة. استخدمنا طبعا، ما نريد ندخل في تفاصيل كثيرة، استخدمنا الكانونيكال كورليشن، الارتباط القانوني يعني. فكان التحليل متميز جدا، أنه توصلنا إلى ترتيب المتغيرات هذه، من من المتغيرات الفرعية الأكثر تأثيرا، وراح نوضح الكمية إن شاء الله في هذا العرض. فكان المتغير الأول الأكثر تأثيرا للمجموعة الأولى هو مشاركة العاملين، المتغير الثاني هو ممارسات القيادة، المتغير الثالث هو طاقة التعليم، أمثلية قوى العمل، وبعد ذلك قدرة الوصول للمعرفة. أما المجموعة الأولى فتصدرت خدمة الزبائن الدرجة الأولى، والجودة الدرجة الثانية، والإنتاجية الدرجة الثالثة، ثم الإبداع توصلنا إلى أنه جاء في المرحلة الأخيرة. هذا هو كل ما يتعلق ببحثي الخاص في فعالية رأس المال البشري ودوره في أداء الشركات، وشكرا جزيلا. شكرا دكتور شاهد.
البحث القادم دكتورة ذكريات صوفان ودكتورة شذا عبد الخالق ودكتورة ربا أبي شهاب. عنوان البحث: الاقتصاد الأردني والسمان البشري، جامعة الزيتونة وجامعة البلقاء التطبيق. في عندنا مساحة في رأس المال البشري، لأنها هي اللي بتقيس لي التغيرات غير المرئية
في مهارات اللي هي العمال اللي بيحصلوا عليها من خلال اللي هي التدريب، من خلال اللي هي الرعايه الصحيه وغيرها من هذه الامور. هلا ما توصل لهم اللي هي النتائج بناء على هذه الدراسه كانت ميت. اولا طبعا احنا كانت الفرضيه الاساسيه انه هل يعتمد النمو على الاقتصادي في الاردن على اللي هو النمو المتمثل بالنمو الموسع بزياده كميات مدخلات الانتاج من العماله والاستثمارات، ام انه بدا الاعتماد على النمو الكثيف واللي هو بيعتمد على الاستثمار في راس المال البشري. فكانت النتيجه كما يلي: اولا تبين من النتائج التي تبين معدل النمو الاقتصادي في الاردن ان معدل النمو الاقتصادي يعتمد على النمو الكثيف والذي يعكس الجوانب غير الملموسة التي لا تعكسها التغيرات المرئية في تراكم عوامل الإنتاج، بدلاً من النمو المستع والمتمثل بزيادة كمية مدخلات الإنتاج. كانت نسبة المساهمة اللي هي خلينا نقول مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج، كانت نسبة المساهمة لها اللي هي مختارها 37.8، بينما كانت نسبة مساهمة اللي تكوين الرأسمالي للناتج المحلي الإجمالي مع نسبة 28.2%. إذا بناء على هاي اللي هي النتيجة بنقول إنه التوصيات بما إنه في مساهمة كبيرة اللي هي للاستثمار في الرأس المال البشري وعم يساهم في النمو للناتج المحلي الإجمالي بما مقداره اللي هو 37%، فإحنا خصوص الدراسة بما يلي: ضرورة زيادة الإنفاق على تحسين نوعية وكفاءة القوى العاملة بما يعرف بالإنفاق الاستثماري البشري، لأن توفر العمالة يعد سبباً لجذب الاستثمارات من خلال التدريب للعمالة والتعليم، كما أنه يحافظ على معدل النمو الاقتصادي طويل الأجل. شكراً دكتورة على هذا الإنجاز. البحث القادم المدرس سيف خالد عبد العزيز والمدرس محمد عبد الرزاق محمد، تصميم حقيبة التدريب الإلكترونية وأثرها في تطوير رأس المال الفكري، جامعة الموصل للعراق. فليتفضل. السلام عليكم. المدرس محمد عبد الرزاق محمد، تدريسي بقسم نظم معلومات اداريه بكليه الاداره والاقتصاد جامعه الموصل. البحث اللي قدمنا فيه انا وزميلي سيد عنوانه تصميم حقيبه التدريب الالكترونيه واثرها في تطوير راس المال الفكري، النموذج مقترح بالتطوير على التطبيق على مكتب التعليم المستمر بكليه الاداره والاقتصاد جامعه الموصل. يعد التدريب الالكتروني مطلبا اساسيا لاستيعاب متطلبات الحياه العصريه، وانطلاقا من هذه الحقيقه فان التدريب الالكتروني يجب ان يحظى بمكانه بارزه في المنظمات، ولعل اهميته تنبع من اهميه العنصر البشري الذي هو ماده التدريب وهدفه وغايته، فهو في الاساس طاقه ذهنيه وقدره عقليه ومصدرا للافكار لا بد من استثماره وتوظيف قدراته بشكل ايجابي. انطلاقا من هذه الحقيقه اصبح الاهتمام بالتدريب الالكتروني والموارد البشريه من اهم مرتكزات نجاح المنظمات، خاصه في هذا العصر الذي اصبحت فيه معادله الانتاج ترتكز بشكل رئيس على المعرفه وكميه المعلومات التي يمتلكها الافراد. وبناء على ما سبق كان موضوع بحثنا وليدا للافكار السابقه. شهدت السنوات الاخيره من القرن المنصرم اهتماما متزايدا بموضوعي التدريب الالكتروني وراس المال الفكري، إذ أدى التطور التقني من جهة وإدراك المنظمات بأن بقائها ونموها يرتكز بالأساس على ما تمتلكه من موارد معرفية من جهة أخرى، إلى دفع العديد من المنظمات للسعي إلى اعتماد مفاهيم التدريب الإلكتروني باعتباره مفتاحاً من المفاتيح المهمة في بناء وتوليد المعرفة، وبالتالي مما يؤدي إلى تطوير رأس المال الفكري. تم ميزة بحثنا الحالي في تناوله لمتغيرين أساسيين هما التدريب الإلكتروني ورأس المال الفكري.
فهذين المتغيرين هما الأثر الكبير في نمو المنظمة وتحقيق ميزة تنافسية تجعل بقائها في البيئة الحالية أمرًا ممكنًا. وانطلاقًا مما سبق يمكن تم صياغة مشكلة البحث من خلال إثارة التساؤلات البحثية التالية: هل يمكن تصميم وتطبيق النموذج للتدريب الإلكتروني في المنظمة المبحوثة؟ ما هي المتطلبات اللازمة لإقامة النموذج المقترح؟ وهل تتوفر الرغبة لدى المتدربين والمدربين في قطاع التدريب باستخدام التدريب الإلكتروني بدلا من التقليدي؟ تتجسد أهمية البحث أو سعى البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف هي تحديد متطلبات التدريب الإلكتروني من الكوادر البشرية، متطلبات مادية وبرمجية، توظيف مختلف التقنيات الحاسوبية والإنترنت ومصادر المعلومات في بناء حقيبة التدريب الإلكترونية واستخدامها كوسيلة تعليمية، بناء الرسماء المعرفية اعتماداً على التقنية المصممة، تشخيص العلاقة بين التدريب الإلكتروني وبناء وتطوير رأس المال الفكري، اختصار الوقت والجهد، مواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال. اعتمد الباحثان في إعداد البحث على منهج دراسة الحالة كونه من مناهج البحث العلمي التي تتميز بالتنوع وإمكانية استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات للمقابلة والاستبانة والملاحظة. أما حدود البحث الزمانية فحصلت الفترة من 5/11 ولغاية 5/3/2013 فيما تمثلت الحدود المكانية بمكتب التعليم المستمر كلية الإدارة والاقتصاد. التدريب الإلكتروني يعرف بأنه حصول الموظفين على تجربة تعليمية من دون الحضور المؤسسة هو مشابه للتعليم الإلكتروني من حيث أساليب التواصل والتكنولوجيا المستخدمة، إلا أن الفرق بين التدريب الإلكتروني والتعليم الإلكتروني يتمثل بالمدة الزمنية التي تكون في التدريب الإلكتروني أقصر مع وضوح الأهداف، وبالتالي فهو أي نوع من أنواع التدريب المعطى. عندنا عدة أنواع من أو أنماط المتدربين قسمت إلى أربع مجاميع: المتدرب المرئي اللفظي، هذا النوع من المتدربين يفضلون قراءة المادة الدراسية التدريبية وهم الأقل استفادة من تقنيات التدريب الإلكتروني. المتدرب المرئي غير اللفظي الذين يفضلون مشاهدة الصور والرسوم البيانية ويعتمدون عليها في التذكر، هذا النوع يعتبر من الشرائح المستهدفة من قبل الحقائب الإلكترونية. المتدرب السمعي اللفظي، هذا النوع من المتدربين يفضلون سماع شرح المادة التدريبية وهم الأكثر إقبالاً على الموقع التدريبي والاعتماد على المدرب في إيصال المعلومة من خلال الولوج إلى المحاضرات المسجلة والمحاضرات المباشرة. المتدرب اللمسي الحركي، هذا النوع من المتدربين يفضلون القيام بالتجربة بيديهم وملاحظة نتائجها، وذلك من قبل التدرب الإلكتروني على برمجيات المحاكاة والمختبرات الافتراضية. فوائد التدريب الإلكتروني: تقليل تكلفة التدريب ورفع كفاءة المتدربين. ينشئ التدريب الإلكتروني علاقة فعالية بين المتدربين والمدربين، يمكن للمتدرب أن يصل الحقيبة الإلكترونية في أي وقت ومن أي مكان، يقلل من تكلفة السفر للمدرب والمتدرب، يشجع المتدربين على تصفح الإنترنت من خلال استخدام الروابط التشعبية للوصول إلى المعلومات الإضافية حول موضوع التدريب، يطور قدرة المتدرب على استخدام الحاسوب والاستفادة من الإنترنت مما يساعد مهنته المستقبلية، يشجع المتدرب على الاعتماد على النفس والوصول إلى مرحلة البناء. مفهوم رأس المال الفكري، إن رأس المال الفكري هو القدرات العقلية والمهارات والخبرات والمعارف المتراكمة التي يمتلكها الأفراد العاملين في المنظمة المتأتي من تبدي نظم وتقنيات جديدة تميز منتجات المنظمة تسهم في وضع تنافسي أفضل لها. أهمية رأس المال الفكري تأتي من كونه أكثر الموجودات قيمة في القرن الحالي، فقد اتجهت كثير من المنظمات إلى وضع البرامج التدريبية لرأس مالها الفكري لما له من أهمية استراتيجية على المنظمة ككل وعلى زيادة الابتكارات والمهارات لأفرادها من جهة أخرى. ويعد رأس المال الفكري أكثر موجودات حيوية بالنسبة للمنظمات. التدريب الإلكتروني وانعكاساته في رأس المال الفكري: سعت المنظمات في القطاعين العام والخاص ومن المنظمات التعليمية لامتلاك قدرة عالية المواكبة للتقدم بدون المتسارع في مجال التقنية على نحو مستمر. رافق ذلك تطور شبكة الإنترنت الذي يتحكم من كبيرة من مصادر المعرفة المتنوعة مما ساهم في إحداث تغيير جذري في شتى مجالات الحياة. الكثير من المنظمات اتجهت إلى وضع برامج تدريبية لرأس مالها البشري ما له من أهمية استراتيجية على مستوى المنظمة ككل والعمل على زيادة الابتكارات والمهارات وإدخال برامج الحاسوب الخاصة. التدريب الإلكتروني لعب دورا بارزا في سلسلة التطور التي تشهدها بيئة الأعمال ومنها المنظمات التعليمية، مع انعكاسات ذلك في امتلاك المنظمة لميزة تنافسية وقدرة مستدامة من خلال تطوير رأس مالها الفكري والعمل على استدامته بأساليب التدريب الإلكتروني الحديثة. هوني مخطط يتم عملية التدريب من خلال المدرب من خلال تقديم المادة العلمية لمجموعة من الأفراد، توفر دعم تقني ومحتوى إلكتروني
من خلال عمليات الكترونيه وبرامج تدريبيه الى افراد مستهدفين ثم الافراد المتدربين، مما ينعكس على زياده ادائهم ومهاراتهم ومعلوماتهم ومعرفتهم وتعلمهم، يؤدي بالنهايه الى بناء راس مال فكري. النموذج المقترح للبحث اللي قدمناه بناء النموذج المقترح للدراسه قبل الترحيب الاداره العليا في كليه الاداره والاقتصاد ولاقى استحسان كادر مكتب التعليم المستمر. احنا مكتب التعليم المستمر بكليه الاداره والاقتصاد، طبعا كليه الاداره والاقتصاد احنا من الكليات العلميه الاكبر الكليات العلميه نعتبرها بجامعه الموصل. مكتب التعليم المستمر يوفر مجموعه من البرامج التدريبيه لدوائر الدوله يعني القطاعين العام والخاص من خلال تقديم برامج تدريبيه على مدار السنه. طرح هذه الفكره لاقى استحسان من قبل الاداره العليا وكادر مكتب التعليم المستمر بالكليه في ظل المكونات التقنيه التي يمتلكها المكتب، وتم اجراء معايشه ميدانيه من خلال طرح مجموعه من التساؤلات، وفي ضوء على اساسها تم تحديد متطلبات النموذج المقترح مكونات ماديه وبرمجيه. المخطط التالي يوضح مكونات النموذج المقترح. عدنا زين. المدرب يقوم بتقديم البرنامج التدريبي زين على موقع الكليه. موقع طبعا الكليه تمتلك شبكه اتصالات الانترنت زين، مكونات ماديه وحاسوب. موقع الكليه اللي بينه صفحه متخصصه لمكتب التعليم المستمر. حقيقه من خلال المدرب يقوم بتقديم البرنامج التدريبي والحقيبه التدريبيه الالكترونيه اللي يحتوي على منهاج ووقت ومفردات الدوره ومختبر افتراضي ووصلات الانترنت، توفير المصادر الالكترونيه الاشتراك زين بالمكتبه الالكترونيه. المتدربين يقومون بعمليه الدخول الى موقع الكليه وللوصول الى حقيبه التدريب الالكترونيه، وممكن ايضا ان يتم عمليه زين طرح اسئله واي شيء زين خاص بالدوره او طرحها للناس الاساتذه اللي يقومون بعمليه التدريب او المقدمين الدوره التدريبيه. الباحثان سعوا الى استثمار البنيه التحتيه وهي المكونات الماديه من حواسيب واجهزه ملحقه، المكونات البرمجيه اللي هي متوفره متمثله بالموقع الالكتروني للكليه، شبكه الاتصالات الحاسوبيه التي تمتلكها المنظمه المبحوثه وتضيفها ببناء حقيبه التدريب الالكترونيه، الاشتراك بالمكتبه الافتراضيه الخاصه بالكليه وتحت الاشتراك بالمكتبه الافتراضيه امكانيه الوصول لمقاطع تعليميه مرئيه لمحاضرات مسجله من قبل مدربين متخصصين في مجالات معينه، روابط الانترنت التي تقود المحتوى الالكتروني، جدول مواعيد الاتصال المتزامن مع مدربي المنظمه المبحوثه مع امكانيه الاتصال غير المتزامن من خلال ارسال رسائل البريد الالكتروني، تفاصيل الدوره الالكترونيه ومنهجها ووقت انعقادها. مكونات حقيبه التدريب الالكتروني. عندنا هون مدرب، طبعا الامور اللي يجب ان تتوفر بالمدرب هي ضروره امتلاك ومعرفه ومهاره باستخدام الحاسوب والاجهزه الملحقه به، وضروره توفر ادوات التواصل والتحاور وامتلاك القدره على التعامل مع الفصول التخيليه للمدربين زين المشتركين فيها. يقوم بتقديم المحتوى الالكتروني مكونات حقيبه التدريب الالكترونيه من خلال شبكه الاتصالات الدوليه الانترنت، يستهدف بها مجموعه المتدربين. المتدربين هم لازم يكونون على يمتلكون قدرة أو إمكانات من خلال امتلاك المعرفة ومهارة باستخدام طبعا الحاسوب وأجهزة الملحقة به، وضرورة توفر أدوات التواصل والحوار. إذا كان المتدرب موجود زين إجراء مجموعة من الاستفسارات، إذا كان أكو استفسار للمدرب والمدرب يرجع يرد عليهم إذا كان المدرب متوفر زين بالوقت الحقيقي، إذا كان المدرب ما متوفر عن طريق الإيميل ممكن يعني في الوقت اللاحق الإجابة على استفسارات الناس المستهدفين. الاستنتاجات: امتلاك المتدربين القدرة على الوصول السريع للبرامج التدريبية الإلكترونية من أي مكان وزمان. التدريب الإلكتروني من شأنه تسهيل عملية التدفق المعرفي من خلال الوصول السريع للمعرفة وانعكاس ذلك على التفاعل وعملية الإبداع. تبني المنظمة المبحوثة للنموذج المقترح ودعمه وتطويره سيكسب ميزة تنافسية من استخدام الطرق الحديثة في التدريب. تفتقر العديد من المراكز التدريبية في القطر بصورة عامة وفي مدينة الموصل بصورة خاصة إلى دمج العملية التدريبية بإتقان المعلومات والاتصالات. إسهام التدريب الإلكتروني بتطوير رأس المال البشري ورفع كفاءته من خلال استخدام الأفراد المتدربين للأجهزة والمعدات والبرامجيات والاتصالات. تقليص الوقت والجهد والمال اللازم للوصول للمحتوى التدريبي. امتياز النموذج المقترح ببساطة وعدم التعقيد. امتلاك المنظمة المبحوثة المرتكزات والمقومات الأساسية اللازمة لتبني فكرة التدريب الإلكتروني.
التوصيات: تعميم هذه التجربة على كافة المراكز التدريبية للاستفادة منها، تحفيز وتشجيع المدربين على المشاركة في تصميم وتطوير البرامج التدريبية الإلكترونية للاستفادة من تجاربهم في هذا المجال، دعم وتشجيع وتمويل الأفكار الإبداعية المتعلقة بتطوير المحتوى العلمي للدورات التدريبية والتي تقدم بواسطة التدريب الإلكتروني، إعادة النظر في طرق التدريب التقليدية وقياس مدى فعاليتها في الوقت الراهن نظرا لمتغيرات الزمان والمكان والتحول إلى التدريب الإلكتروني، إجراء دراسات ميدانية في هذا المجال نظرا لحداثة هذه التجربة، بناء نظام تدريب الكتروني متكامل من كل جوانبه ونواحيه. شكرا. شكرا استاذ محمد على هذا الانجاز. في البحث ما قبل الاخير دكتور عامر عبد الرزاق الناصر، تطوير راس المال البشري في اطار المراكز الكفوءه لذكاء الاعمال، جامعة الموصل العراق، ولي الفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد رئيس الجلسة المحترم، السادة الحضور الكرام، عنوان بحثي المقدم للمؤتمر الموقر: تطوير رأس المال البشري في إطار مراكز الكفوة لذكاء الأعمال، دراسة حالة لمركز الحاسوب والإنترنت في جامعة الموصل. كملخص سريع لهذا البحث، البحث يتطرق إلى إيجاد تنظيمات ابتكارية أو مبتكرة داخل المنظمات تساعد على قراءة الاحتياجات التدريبية في ظل البيئة المتغيرة لهذه المنظمات وخصوصا الكبيرة للوصول إلى الريادة المنظمية. هذه المراكز تساعد ليس فقط على رفع أعضاء المنظمة بالمعرفة والخبرة، وإنما العمل على جعل لهم قابليات وقدرات تجعلهم قابلين للاستجابة لمسارهم التطوري في المجال الأكاديمي والتطبيق والإبداع فيه، وبذلك يكونون مساهمين بصورة أو أخرى في عملية الإبداع وفي دعم المنظمة نحو الريادة. في مقدمة بسيطة للبحث، تلعب المراكز الكفوة لذكاء الأعمال دورا محوريا في تمكين مشاركة المعرفة وتحسين المهارات وخصوصا المهارات التحليلية في خطوة تتبعها المنظمات لتطوير رأس المال البشري ليكون قادرا على الاستفادة من حلول ذكاء الأعمال وتحقيق تلك المنظمات. نعرف أن في المنظمة رأس مال بشري متنوع، وفي هذا البحث ركزنا على رأس المال البشري التقني كونه هو الأساس في التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال حلول ذكاء الأعمال ودعم جميع الموظفين الموجودين في أقسام المنظمة في مجال تحليل المعلومات وإيصال المعرفة بقصد أمر جوهري أساسي هو اتخاذ القرار. اتخاذ القرار هو أساسه وهو الأساس في عملية إبداع أي منظمة في بيئتها. نعم. في مشكلة البحث يعد رأس المال البشري كونه أحد مكونات رأس المال الفكري من أهم العوامل الحاسمة في البقاء ونجاح المنظمات في بيئتها، فالاستثمار في المهارات والقدرات التي يمتلكها العاملين في تلك المنظمات إنما يعكس الاستثمار في تحقيق الريادة لتلك المنظمات والانتقال نحو اقتصاد المعرفة المبني على رأس المال البشري وما يمتلكه من معارف. ومن هذا المنطلق تكمن المعضلة الفكرية والميدانية في إيجاد مراكز أو هياكل تنظيمية ابتكارية ومبتكرة تساعد على إدارة رأس المال البشري داخل تلك المنظمات. وهذه الهياكل التي اقترحت في هذا البحث ما تسمى بالمراكز الكفوة لذكاء الأعمال اللي هي Business Intelligence Competency Center، التي تهدف إلى أبناء رأس المال البشري وتطويره وخصوصا في الجانب التقني. أهمية البحث تتجلى أهمية البحث في قراءة مستقبلية لأهم هذه المراكز أو دور هذه المراكز ووجودها في منظماتنا العربية والعراقية أيضا، وكذلك تطوير رأس مال بشري قادر على الإبداع والابتكار فضلا عن الاستفادة من تجربة جامعة الموصل مركز الحاسوب والإنترنت في هذا الجانب. على وفق إطار مشكلة البحث يتمثل الهدف الرئيسي في توضيح ما هي هذه المراكز وما هي أدوارها وما هي مسؤولياتها وما الكادر البشري الذي تتضمنها
أو يتضمنها هذه المراكز، إضافة إلى تسليط الضوء على تجربة جامعة الموصل من خلال مركز الحاسوب والإنترنت. كنا نعرف ما هو رأس المال البشري وكيف يتم إدارته، بطرح هذا التعريف البسيط بأنه الجانب البشري في المنظمات الذي يجمع في الذكاء والخبرات والمهارات، مفرقة عن الرأس المال الزبائني الذي هو أيضا جزء من رأس المال الفكري ولكن يقع خارج المنظمة. فالمنظمة هدفها هو تطوير أفرادها، وبذلك تعطي طابعها. طبعا رأس المال البشري يعطي طابع المنظمة الذي يميزها عن غيرها من المنظمات الأخرى، لذلك استخدمت هذه المراكز في دعم أيضا تعلم التغيير والابتكار وتوفير الزخم الإبداعي لها من خلال تنظيم المبتكر والتحفيز الصحيح، ويمكنها بذلك البقاء والنجاح في عملها. طبعا ذكرنا احنا رأس المال البشري متنوع، وأرجع وأكد هنا نتم التركيز على رأس المال البشري التقني في عملية دعم أقسام المنظمة الأخرى من خلال تحليل البيانات والحصول على المعلومات وتمكين ومشاركة المعرفة مع بقية الأقسام بقصد الحصول على قرارات دقيقة صحيحة فاعلة، وبالتالي تحقيق الإبداع في المنظمة. في نظرة سريعة لذكاء الأعمال ومراحل تطوره، من أهم الباحثين اللي كتبوا في ذكاء الأعمال هو هاورد، اللي هو مجموعة غارتنر في ذكاء الأعمال أو في شركة الاستشارات البحثية، عرض ذكاء الأعمال ويعتبر الأب الروحي أيضا لذكاء الأعمال على أنه فئة واسعة من البرمجيات والحلول لجمع وتوحيد وتحليل وتوفير سبل الوصول إلى البيانات بطريقة تتيح للمستفيدين النهائيين في منظمات صنع أفضل القرارات، ونركز على كلمة أفضل القرارات. مصطلح ذكاء الأعمال تطور هذا المصطلح من خلال مجموعة من المراحل كما نشاهدها في هذا الشكل. هذا التطور لذكاء الأعمال من سنة 1980 ولغاية سنة 2007، هذا التطور كان لابد أن يرافق تطور في رأس المال البشري القادر على إدارة هذه المراحل، من الحاسبات الكبيرة، من تداول البيانات في مرحلة أولية مرحلة أولية للمستفيد النهائي وتطبيقات حوزة المستفيد النهائي، ووصولاً إلى مراكز المعلومات اللي ممكن تعمل في هذا المجال، الويب وخدمات الويب والحوسبة السحابية ولوحات الاعدادات وبطاقات الأداء سكور كارد وإلى آخره من التفاصيل. لذلك قرأنا أو سنقرأ في اللحظات القادمة مرحلتين مهمتين في تطوير رأس المال البشري. المرحلة الأولى تمثل مرحلة حوسبة المستفيد النهائي. هذه الحوسبة المستفيد النهائي كان فيها المستفيدين هم من يطورون نفسهم بالاعتماد على برامجيات وأدوات تطرحها لهم الشركات البرامجيات في بيئة الأعمال. لذلك كان إلزام على المستفيد النهائي أن يكون أكثر اطلاعاً وتعاوناً مع هذه الأدوات بقصد دعم مطورون وإلى آخره من التفاصيل. في مسؤوليات ذكاء الأعمال، في مسؤوليات مركز الكفولي ذكاء الأعمال إدارة البرنامج لذكاء الأعمال، الاتساق والمعايير، كنا نعرف وجود اتساق ومعايير بين كل الأقسام المطورة بصورة واحدة، التوصيل كل ما يعنى بالمعرفة وتفاصيلها، التدريب، الدعم، إدارة المجهزين فيما يخص بتكنولوجيا ذكاء الأعمال، الإشراف على البيانات والحوكمة. في عرض سريع للتجربة الموجودة في جامعة الموصل، مركز الحاسوب والإنترنت في جامعة الموصل استحدث عام 1972 كان من أول المراكز الموجودة في المنطقة الشمالية في العراق، وكان من أول ما أدخل الحاسوب والمركز نوع IBM 1130، فكان له تاريخ طويل جدا في هذا الجانب. تصوير رأس المال البشري راح أقرأ فقط المنهجية، هي إحدى المنهجيات اللي اتبعها هذا المركز في قراءة الاحتياجات التدريبة داخل المنظمة وتطويرها، العمل المطلوب المحدد إنجازه، قرار، وظيفة، أي شيء، ما هي الأدوار التي يقوم أو مطلوبة في الإنجاز، ما هي القدرات، مخزون الموجود لدينا لدى الأفراد، ومن ثم تخصيص الموارد الضرورية لعملية حساب تحليل احتياجات تدريبية، ومن ثم وضع الخطة التدريبية. أيضا نصل إلى عملية أخرى، عملية بسيطة هي في عملية تطوير تقرير جديد في الكلية. الكلية تتعامل مع مركز الحاسوب، وفي مركز الحاسوب ملاحظ طلب بناء نظام حاسوبي جديد أو تقارير جديدة للنظام قائم،
دراسة وتحليل الأثر على بيئة النظام، توفير المفاهيم والتصميم، العمليات البرمجية تتم داخل المركز في مركز تخصصي للبرمجة، ومن ثم يتعامل هذا المركز مع الكلية بشكل مباشر من خلال التعلم والتعليم بين رأس المال في شريك الكلية مع الكادر، واللي التحقق من صحة البيانات والنظام، ومن ثم قراءة عكسية، وأخيرا إلى بناء نظام زين. الخلاصة للبحث. على الرغم من اعتبار المراكز الكفوة لوكالة الأعمال هياكل للتمييز وخصوصا في معالجة العديد من القضايا التكنيكية بكفاءة وفاعلية اللي هي في المستوى الأدنى، لكنها لا ننسى دورها المهم في بناء رأس مال بشري استراتيجي ممكن المنظمات تعول عليه في الوصول إلى الأسواق. لذلك في الاستثمار الأول في هذه المراكز عملية جوهرية لابد من دراستها بشكل دقيق وفهم مسؤوليات هذا المراكز. إحدى المسائل اللي نؤكدها في هذا البحث أن المراكز الكفوة لذكاء الأعمال لا تحسن الطاقة الخلاقة فقط للإبداعية لدراسة المال، وإنما توفر له تجارب يتعامل مع ما موجود في هذه المراكز. وأخيراً نؤشر حاجة منظمات الأعمال إلى التكيف والتأقلم، لذلك كان عليها تحفيز أفرادها وما جميع العمل بقصد التعلم وتوليد المعرفة ومشاركتها، وهنا تدعم مراكز الكفوة لذكاء الأعمال. وشكراً لإصغائكم. شكراً دكتور عامر على هذه الإجازة، رغم أنه تجاوز الوقت. البحث الأخير مدرس فهد محمد الدعيس، استخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة رأس المال البشري، نموذج مقترح للمنظمات العامة اليمنية اليمن المعهد العالي للعلوم الإدارة. بالتفضل. بداية أود أن أشكر جامعة الزيتون على حسن التنظيم والاستضافة، كذلك أريد أن أوصل شكري للسادة الحضور وعلى رأسهم السيد الأستاذ الدكتور محمود رئيس الجلسة والدكتور عادل مقرر الجلسة. في البداية أريد أن أوضح لكم سبب اختياري لهذا الموضوع، والذي يكون بعنوان استخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة رأس المال البشري، نموذج مقترح للمنظمات العامة اليمنية. السبب الرئيسي قد يكون لمواجهة مشكلة موجودة في الواقع اليمني للمنظمات اليمنية العامة، والتي يتمحور حول كيفية الاهتمام برأس المال البشري، والمعروف بأنه مجموعة من المهارات والمعارف والقدرات الموجودة لدى الفرد أو لدى المورد البشري. فكانت المشكلة الرئيسية أنه ما زالت إلى الآن طريقة إدارة رأس المال البشري عبارة عن طريقة بدائية كما هو موجود في الشكل على يسار أو على يمين الصورة الواضحة أمامنا. فأردت من خلال بحثي هذا أن أستبدل الطريقة القديمة بطريقة جديدة تحتوي على مجموعة من الأدوات الذكية الإلكترونية التي تساعد في إدارة رأس المال البشري. فمن خلال هذا البحث وكما هو واضح بأن التطور والتوسع الحادث اليوم في المنظمات وخاصة في الهياكل الإدارية، بالإضافة إلى الاتجاه نحو تطبيق الإدارة بالنظام، أدى إلى نتائج ظهور ما يسمى بنظم المعلومات الموارد البشرية، وكذلك الاهتمام بمعلومات هذه الأنظمة، بالإضافة إلى القدرة على الحصول على معلومات بسهولة. ولكن المشكلة التي تكمن هنا، رغم وجود هذه المعلومات أو توفر هذه المعلومات، هي كيف يمكن إدارة هذه المعلومات بطريقة مثلى. هل الطريقة القديمة تظل جيدة وفعالة، أم أنه لابد من استبدال هذه الطريقة
بطريقه اخرى مثلا باستخدام مثلا تكنولوجيا المعلومات بسبب وجودها بشكل كبير في العصر الحالي.